مناسبه تنظيميه بامتياز لاشغال المؤتمر الجهوي لحزب الحصاد والنصره، فيتم انتخاب امين جهوي جديد يقود مرحله ديال 4 سنوات، حيث سيسهر على الانتخابات المقبله ان شاء الله. نتمنى من امين جهوي جديد الذي سيتم انتخابه بعد ذلك ان يكون عنده حسن الظن بالمناضلين ومناضلات الحزب، وحنا واضعين فيه الثقه ان شاء الله. هذا اللي غادي ينتخب القوات السيده اللي غادي تنتخب لدعم الحزب وتقويه الحزب. كان حضور وزير ديال الساده الوزراء، كان حضور كذلك ديال السيد الامين العام، وهذا ان يدل يشهد على ان الحزب ضمن التوجهات ديال الحزب والمكتسبات ديال الحزب وجهات الناس الاخرى، سنحافظ على المكتسبات ديالنا ونامل الى المستقبل ان شاء الله لبسط السيطره على جميع المؤسسات ذات الاغلبيه ان شاء الله، ولملك ذلك وطنيا اننا نتسطروا الحكومه ان شاء الله ونفوزوا بلقاءات رئاسه الحكومه ان شاء الله من نصيب حزب الاسر والمناصره. الكل يحب هذا الحزب، الكل ينضبط مع هذا الحزب، والحزب عنده النكهه ديالو، عنده الخاصيه ديالو في المجتمع، وانا عندي اليقين ان شاء الله انه تضافر جهود ديال القياده المركزيه وكذلك القياده الجهويه ان شاء الله 2026 الحزب القوي والجراب غادي يحرض جميع المناطق والخصبه وغيرها. قررنا وكان تاكيد اليوم ديال السيد الامين العام اننا لن نقدم مرشح، وغادي نتحالفوا مع الاغلبيه ديالنا. اليوم عدم تقديم الاصاله والمعاصره لمرشح لخوض الانتخابات الجزئيه لدائره بني ملال، هذا دليل على اننا متحالفين، ودليل كذلك بانه اننا غادي ندعموا التحالف ديالنا. ديجا الحزب ما قدمش مرشح، راه ديجا انه افونتاج للحزب الذي سيقدم. نتمنى من الحزب الذي سيقدم ان يقدم الشخص اللي غادي يكون عنده اقبال من الناس ديال التجمع الوطني الاحرار، وكذلك من الناس ديال التحالف سواء الاصاله والمعاصره او كذلك حزب الاستقرار. نتمنى لهم التوفيق في غمار الانتخابات ان شاء الله. الحزب الذي كذلك على ما اظن ان حزب الاستقرار كذلك لن يقدم مرشح، لانه غادي يكون مرشح وحيد ديال التحالف هو اللي غادي يقدم حزب التجمع الوطني الاحرار. شكرا.